الشهيد محمد عادل المنسوب إلى وزارة الداخلية، فوج أمن وزارة الداخلية. طبعا ابني كان منتسب إلى وزارة الداخلية، تطوع بال2001، وتعرض خلال فترة 2004 إلى حادث تفجير إرهابي أمام وزارة الداخلية، وأصيب إصابات بليغة. بعد ذلك 2006 أثناء بالواجب ماله على الخط السريع مال محمد القاسم، أصيب من قبل القوات التحالف الأمريكي، أدت إلى وفاته بالحال. تم رفع كتاب من قبل الوحدة مالته، وعنده نسخة من الكتاب باعتباره شهيد واعتباره أثناء الواجب. هاي الوحدة مالته اللي خاطبة المديرية. تم تشكيل مجلس تحقيق بالحادث، وبقت الإجراءات لحين الإجراءات إكماله لحين تسليم السلاح الشخصي. فإحنا ورا فترة سلمت أنا بالنسبة للسلاح الشخصي، وعندي مسند بهالخصوص هذا يثبت بأنه سلمناه. بعد ذلك رفعت الأوراق التحقيقية إلى الدائرة القانونية لوزارة الداخلية. الدائرة القانونية قالت بأنه ما يعتبر شهيد، يعتبر متوفي. ليش؟ لأن كون عقد ولم يصدر أمر تثبيته على وزارة الداخلية. فطلبنا بصراحة عدة مرات، وطلبنا مناشدات باعتباره شهيد واعتباره بأنه أثناء الواجب. بعد ذلك رفعت الأوراق التحقيقية المن مالته إلى دائرة من الدائرة مالته إلى دائرة الشهداء مال وزارة الداخلية، اعتبروه متوفي واعتبروه عقد، وحيلة الأوراق التحقيقية إلمن إلى مؤسسة الشهداء. فراجعنا بصراحة أكثر من مرة إلى مؤسسة الشهداء، قالت مؤسسة الشهداء ما عندي أي أوليات له، ترجع إلمن، ترجع للداخلية. فرجعنا للداخلية، قالوا إحنا الأوراق التحقيقية حولناها إلمن، حولناها إلى مؤسسة الشهداء. نروح للمؤسسة الشهداء يقول إحنا الأوراق التحقيقية بعد الحد الآن ما عندنا أي مستمسك إله. نرجع للداخلية يقول الداخلية بعد أنتم لا تراجعون، إحنا الأوراق التحقيقية وشكوى أوراق خاصة بي حولناها إلى مؤسسة الشهداء. فظلينا بين دائرة يعني بدون أي نتيجة، بين الداخلية وبين مؤسسة الشهداء. عبر الهاتف والد الشهيد، سلام.